بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض صندوق تروس 9 سرعات متعرج أو مرتجع. طبعا في كورس متكامل هيشرح الصندوق التروس ده بالتفصيل وجميع أنواع صناديق التروس إن شاء الله في القريب العاجل، لكن احنا النهارده بنلقي نظرة عامة على السبيدي شارت والكايناماتيك بتاعه، فاللي يعرفه بالنسبة له الموضوع ده هيبقى واضح بشكل أفضل. شرحنا قبل كده صندوق تروس 4 منه و6 و8، والنهارده آخر سرعة فيه اللي هي 9 سرعة. لو بصينا للسبيدي شارت هنلاقي عبارة عن 5 سرعات مباشر و4 متعرج. 5 سرعات المباشر بيجي من التعشيقات المباشرة للتروس، والمتعرج بيجي من التعشيقات الغير مباشرة. لو بصينا السرعة الأولانية ده راكب مع ده فبيدي للشكل ده على طول، والترس اللي في النص ده هو اللي بيلفف العمود، وكذلك الترسين اللي فوق دول هما اللي بيلفوا مع العمود، يبقى ده شكل مسار القدرة بتاعتي. تعالى هنا الترسين دول تعشقوا هنا، الترس ده مع المجموعة الثلاثة اللي تحت دول واصل معاهم، بواصل معاه اللي بيحرك العمود، فبالتالي بيبقى مسار الحركة أو القدرة بالشكل ده. بعد كده السرعة الثالثة الترس ده بيدي للترس ده، والترس ده بيدي للثلاثة دول، بعد كده ده بيشبك معاهم فبيدي الشكل زي ما احنا شايفين. بعد كده السرعة الرابعة هلاقي المجموعة اللي هنا دي شابكة مع ده، فده بيدي للمجموعة اللي فوق هنا دي، والترس ده هو اللي بيحرك الترس ده، والترس ده هو الوحيد اللي مثبت على العمود، فبالتالي مسار القدرة بالشكل ده. بعد كده السرعة الخامسة تبقى متعرجة. ازاي؟ ان المجموعة دي او الترس اللي هنا ده شابك مع الترس ده، بعد كده هيجي الترس ده شابك مع ده، طبعا الترس ده والترس ده بيتحركوا مع بعض، والترس ده بيدي المجموعة دي فهيديني السرعة لده، فبالتالي هيبقى شكل مسار القدرة كده. بالنسبة للسرعة الخامسة فهي شبه دي بالظبط، لكن بحرك المجموعة دي هنا. ازاي؟ اهو بقى اشبك ده مع ده، وبالتالي ده هيدي لهنا، وبعد كده يرجع يطلع هنا فكيدي لده. نيجي بقى للسرعه السبعه، السرعه السبعه مباشره اللي هي ازاي؟ انا بشبك دول مع المجموعه دي اهي، فده بيقوم جاي مدي لده مباشر، وده يركب معاه اللي هو بيلف العمود، فبالتالي هيبقى مسار القدره بالشكل ده. نيجي بقى للسرعه الثامنه متعرجه، هي والتاسعه اللي هم دول، ان انا بشبك المجموعه دي مع دي، وبعد كده ده بيدي لده، وده بيدي المجموعه اللي فوق دي، وباجي بقى عندي سرعتين، السرعه دي وكذلك السرعه اللي هنا دي، فبالتالي مسار القدره دي بيدي الناحيه دي، وده بيدي لده، وده شبك مع الترس ده فبيدي له السرعه. ده في حاله ان انا مشبك ده مع ده، مجرد ان انا هنقل ده هنا اهو بالسرعه التاسعه هيديني نفس الشكل بالظبط، ان ده بيدي لده وده بيدي لده وده بيدي لده، اللي اختلف بس الترسين الاولانيين، فبالتالي يبقى عندي 9 سرعات. للموضوع مش واضح قدامه، ان شاء الله هنشرح في الكورس جميع انواع صناديق التروس بالتفصيل بالاستعانه بالبرنامج ده. لو شايف ان الكورس ده هيفيدك سيب لنا تعليقات، وان شاء الله نحاول ننجزه في اقرب وقت ممكن. نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.